بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكون بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل النموذج الاسترشادي بتاع الصف الاول الثانوي لمادة الفيزياء. اول سؤال بيقول لك هنا، بيقول لك اختر الاجابة الصحيحة من الف او باء او جيم او دال لكل مما ياتي. سين واحد مستعينا بالعلاقات الرياضية التالية التي تعبر عن كميتين فيزيائيتين. الكمية ايه؟ دي بتساوي نص في كتلة الجسم في مربع سرعته، اللي هي اي كي بتساوي نص ام في سكوير، طبعا دي اللي هي الكينيتيك انرجي، طاقة الحركة. والكمية بي بتساوي القوة في الإزاحة، الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، يبقى دي شغل. بيقول لك في ان صيغة الابعاد ام ال تربيع تي اس سالب 2 تعبر عن الكمية ايه فقط، بي فقط، الاتنين مع بعض، او لا تعبر عن اي من الكميتين. طبعا لو انت كنت مذاكر يعني، فتعرف ان الكينيتيك انرجي اللي هي طاقة الحركة والشغل هما الاتنين عبارة عن طاقة، وبالتالي هما الاتنين من نفس الايه، من نفس النوع طاقة يعني. وبالتالي يا اما صيغة الابعاد دي بتعبر عنهم هما الاتنين، يا اما ما بتعبرش. يعني الاجابة بتاعتنا تعبر عن الكمية ايه فقط مش هتنفع، ودي مش هتنفع، واحدة من دول هي اللي صح. لو انت ما تعرفش هتجرب كده وهايه وهتعرف الاجابه. المهم تعال ناخدها واحده واحده. عندنا الكميه الاولانيه بيقول لك ان الاي كي بتساوي نص ام في سكوير. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب صيغه ابعاد الاي كي. صيغه ابعاد الاي كي بتساوي صيغه ابعاد الام اللي هي الكتله اللي هي ام كابيتال، صيغه ابعاد الفي تربيع. طبعا لو انت ما تعرفش فانت عارف ان السرعه عباره عن ايه، إزاحة على زمن، وبالتالي صيغة الأبعاد السرعة هتبقى إيه؟ إزاحة L تي تحت تي كابيتال هتطلع فوق هتبقى تي أس سالب واحد. يبقى صيغة أبعاد السرعة L تي أس سالب واحد، هنا السرعة تربيع فهتربع ده، وبالتالي ده هيبقى L تربيع تي أس سالب اتنين، وبالتالي دي هي نفسها دي إم L تربيع تي أس سالب اتنين، إم L تربيع تي أس سالب اتنين. بعد كده نيجي للشغل، بيساوي الاف في الدي. صيغة ابعاد الشغل بيساوي صيغة ابعاد الاف، القوة عبارة عن كتلة في عجلة، والكتلة صيغة ابعادها بام، ام كابيتال. طيب العجلة عبارة عن سرعة على زمن، وبالتالي صيغة ابعاد العجلة هتبقى السرعة اللي هي ال تي سالب واحد مقسومة على الزمن، يعني الزمن هيطلع فوق بالسالب يبقى سالب واحد، وبالتالي هنا صيغة أبعاد القوة عبارة عن ام ال تي أس سالب اتنين. صيغة أبعاد الإزاحة عبارة عن ال ال، وبالتالي هيبقى ام ال في ال بال تربيع تي أس سالب اتنين. وبالتالي هتلاقي هنا صيغة أبعاد طاقة الحركة هي نفسها صيغة أبعاد الشغل، وبالتالي هنا تعبر عن الايه، الكميتين اي وبي. رقم اتنين بيقول لك يحاول حصان ان يسحب عربه محمله بالاخشاب، فاذا علمت ان قوه شد الحصان للعربه، قوه الشد بتاعت الحصان للعربه تمثل الفعل، فاي من القوى التاليه يعتبر رد فعل لقوه شد الحصان؟ عندك العربه، انا ما بعرفش ارسم يعني، ف هنفترض ان الحصان كده مثلا، ما بعرفش ارسم معلش، ده حصان يعتبر حصان وبيشد العربة. الحصان بيشد العربة بقوة ايه؟ بقوة فعل قوة شد الحصان للعربة كده، وبالتالي العربة هتشد الحصان بقوة رد فعل كده، وبالتالي قوة رد الفعل هتبقى ايه؟ قوة شد العربة للحصان. الحصان بيشد العربة بقوة فعل، العربة هتشد الحصان بقوة رد فعل، وبالتالي دي قوة شد العربة للحصان. يعني السؤال ده اللي هو قوة مقاومة، راحت فين؟ قوة احتكاك أقدام الحصان مع الأرض، قلنا إن ده هو اللي بيسبب الحركة. يعني مثلا لما أنت بتمشي، أنا خدت على مثال بسيط يعني هنا عشان ممكن يجيب لك السؤال ده بطريقة تانية. لو أنت ماشي كده، لو أنت ماشي كده، طبعا أنت هنا بتأثر على الأرض بقوة فعل، والأرض بتأثر عليك بقوة رد فعل. قوة رد فعل الأرض هتكون بالشكل ده، قوة الفعل بتاعتك هتكون كده، وبالتالي الأرض بتزقك لقدام، وبالتالي بتتحرك لقدام. أنت بتضغط كده
بتضغط على الارض بقوه كده، فانت بتزق الارض لورا فالارض بتزقك لقدام، وبالتالي بتاثر عليك بحيث ان هي تحركك. وبالتالي هنا اللي بيخلي العربيه دي تمشي بالحصان يعني ان الحصان بيأثر على الارض بقوه فعل، الارض بتأثر على الحصان بقوه رد فعل بتزقه لقدام، وبالتالي قوه الاحتكاك بتاعت اقدام الحصان مع الارض دي بتخلي الحصان يتأدب. طبعا دي كانت موجوده في كتاب الامتحان. ثواني كده، السؤال ده مهم عشان كده بقول لك اهو. عندما يسحب حصان عربه فان القوه التي تتسبب في حركه الحصان الى الامام القوه التي تؤثر بها الارض على الحصان، وبالتالي ركز في الايه، ركز في الجزئيه دي، ممكن ما يجيبهالكش كده، ممكن ما يجيبهاش قوه فعل ورد فعل، ممكن هنا يقول لك القوه اللي بتسبب ايه حركه الحصان الى الامام، وبالتالي هي القوه التي تؤثر بها الارض على الحصان. ده السؤال ده موجود في نموذج امتحان واحد من الامتحانات العامه. المهم نيجي للسؤال اللي بعد كده، بيقول لك قذف حجر وكرة معا إلى أعلى حيث قذف الحجر بسرعة 20 متر على الثانية. هنفترض إن الحجر ده واحد والكرة اتنين، وبالتالي سرعة قذف الحجر هتبقى في انيشال واحد، بينما قذفت الكرة بسرعة يبقى الفي انيشال اتنين. إذا كان أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة، أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة ده الدي اتنين، فما أقصى ارتفاع يصل إليه الحجر؟ طبعا أنت عندك آدي الكرة وآدي الحجر، عندك ده قذف بسرعة ابتدائية 10 متر على الثانية، وده قذف بسرعة ابتدائية 20 متر على الثانية. طبعا اللي هيوصل لارتفاع أكبر هو اللي اتقذف بسرعة ابتدائية أكبر، وبالتالي ده لو وصل لارتفاع اتش فأنت عندك ده هيوصل لارتفاع أكبر من الاتش، معرفش بكام، هسميه دي 2. وبالتالي انا هنا البيانات بتاعتي عباره عن السرعه الابتدائيه للاثنين، وعندك هنا الدي 2 اللي هي باتش، وعاوز الدي 2 اللي هي باتش، وعاوز اجيب الدي ايه؟ الدي 1. هعمل ايه؟ طبعا الاثنين عشان يوصلوا لاقصى ارتفاع بتكون السرعه النهائيه بتاعتهم بكام؟ بصفر، يبقى الفي فاينل 2 بتساوي صفر والفي فاينل 1 بتساوي صفر. طيب انا دلوقتي عندي سرعات وعندي ازاحه، وبالتالي هستخدم انهي معادله من معادلات الحركه؟ عندك هنا ادي الفي فاينل تي دي، عندك سرعات وعندك ازاحه، هتستخدم المعادله الثالثه. المعادله الثالثه بتقول لك ان 2 اي دي بتساوي في فاينل تربيع ناقص في انيشال تربيع. عندك الفي فاينل بالنسبه للاثنين هتبقى بصفر، وبالتالي هنا الدي بتساوي سالب في انيشال تربيع على 2. طبعا هنا بالنسبه للتحرك عكس اتجاه الجاذبيه او تحت تاثير الجاذبيه يعني العجله هنا بتساوي عجله الجاذبيه، وبالتالي هنا 2 جي. لو بصينا للمعادله دي، دي المعادله اللي بتوصف العلاقه ما بين اقصى ارتفاع، اقصى ارتفاع بيصل اليه الايه الجسم المكذوف، وما بين ايه، وما بين السرعه الابتدائيه بتاعته. وبالتالي من العلاقه دي هقدر اقول ان الدي بتتناسب طرديا مع الايه، مع الفي انيشال تربيع، لان ده ثابت، وطبعا السالب ده هتروح مع السالب اللي تحت. وبالتالي هنا هقدر اقول ان الدي 1 اللي هو اقصى ارتفاع بتصل اليه يصل اليه الحجر على الدي 2 اللي هو اقصى ارتفاع يصل اليه الكره بيساوي الفي انيشال 1 تربيع على الفي انيشال 2 تربيع، بيساوي في انيشال 1 تربيع 20 تربيع، في انيشال 2 تربيع 10 تربيع، بيساوي ده ب 400 وده ب 100. هتشيل ده مع ده هيديك 4، وبالتالي هنا الدي 1 بتساوي 4 دي 2 والدي 2 بتساوي الاتش، بس كده. يبقى تاني كده، الدي 1 ده اللي هو اقصى ارتفاع بيصل اليه الحجر، والدي 2 اللي هي اقصى ارتفاع بيصل اليه الكره. بتجيب العلاقه ما بين الدي اللي هو اقصى ارتفاع وما بين السرعه الابتدائيه، السرعه النهائيه طبعا بصفر، هيطلع معاك المعادله دي، ده ثابت والسالب ده ثابت، وبالتالي الدي بتتناسب مع الفي تربيع، دي 1 على دي 2 في اي 1 تربيع على في اي 2 تربيع، وتحل هيطلع معاك الدي 1 بتساوي 4 اتش. السؤال اللي بعد كده رقم 4، بيقول لك يمثل الشكل كرة تسقط سقوطا حرا
من ارتفاع قدره h فوق سطح الأرض، بحيث استغرقت 2 ثانية للوصول إلى منتصف المسافة اللي هي نص h. فما الزمن الذي تقطع الكرة النصف الآخر من المسافة حتى تصل إلى الأرض، علما بأن الجي بتساوي 10 متر على الثانية تربيع؟ تعالى كده نحلها بره. طبعا هنا الكرة دي بيقول لك تسقط سقوطا حرا، وبالتالي السرعة الابتدائية بتساوي صفر. وبيقول لك هنا الزمن اللي بتاخد الكرة من هنا لهنا بيساوي كام؟ بيساوي 2 ثانية، سمي ده تي واحد. طيب أنا دلوقتي عشان أجيب الزمن ده اللي هو التي 2، لو أنا قدرت أجيب الزمن الكلي ده وطرحت منه الزمن ده، يعني هسمي الزمن من هنا لهنا تي. لو انا دلوقتي عايز اجيب التي 2، فانت كل اللي هتعمله ان انت تطرح التي ناقص التي 1، وبالتالي تاني انا دلوقتي عندي الزمن ده ب2 ثانيه. عشان اجيب الزمن ده فانا هجيب الزمن من هنا لهنا، اطرح منه الزمن ده هيديك الزمن ده. واحد هيقول لي طب ليه اجيب الزمن ده؟ طب ما انا اجيب الزمن ده على طول. عشان تجيب الزمن ده على طول فانت هنا لازم تجيب السرعه هنا، وبعد ما تجيب السرعه هنا السرعة الابتدائية، فانت هتعوض في المعادلة التانية. هنحلها بأكتر من طريقة، هحلها بالطريقة دي وبعد كده هحلها بطريقة تانية، هتعرف ان الطريقة دي اسهل حاجة. المهم انا دلوقتي عاوز اجيب الزمن من هنا لهنا. عشان تجيب الزمن من هنا لهنا فانت دلوقتي عندك السرعة الابتدائية بصفر، وعندك دلوقتي الارتفاع ب h، وبالتالي عندك ارتفاع اللي هو h، وعندك سرعة ابتدائية في اي، وعاوز تجيب زمن اللي هو تي، وبالتالي هتستخدم المعادلة ايه؟ المعادلة التانية. مفيش قلم كويس. المعادلة التانية بتقول لك ايه؟ المعادلة التانية بتقول لك ان الدي بتساوي الفي اي تي زائد نص جي تي تربيع. طبعا هنا السرعة الابتدائية بصفر والدي هو الاتش، وبالتالي هتحط الاتش بتساوي طبعا ده بصفر، هيبقى هنا نص جي زي ما هي التي تربيع. بعد كده عندك من هنا لهنا نص اتش برضو نفس المعادلة دي، بيساوي في انيشال برضو بصفر، يبقى ده هيروح اتفضل نص جي التي هنا ب2 ثانية، يبقى في 2 ايه تربيع. بس هتقسم المعادلتين دول على بعض، اقسم ده على ده كده، اتش على اتش هتروح مع بعض، اتفضل واحد على نص، ده على ده، اتش هتروح مع اتش، واحد على نص، بيساوي ده على ده، ده هيروح مع ده، ده هيروح مع ده، اتفضل تي تربيع على 2 تربيع ب4. وبالتالي عندك واحد على نص هيديك 2، وبالتالي هنا التي تربيع بتساوي 4 في 2 ب8. وبالتالي هنا التي بتساوي جذر 8. جبنا التي اللي هو الزمن من هنا لهنا، وعندك ده ب2، وبالتالي هتطرح ده ناقص ده هيديك ايه الزمن ده. يبقى انت عندك على طول التي 2 بتساوي التي اللي هو جذر 8 ناقص التي 1 اللي هو ب2، هيساوي 83/100 ثانية اللي هو رقم ده. طيب الحل التاني بقى اللي هو بقول لك أطول شوية، هحلها ازاي دي؟ عندك هنا السرعة الابتدائية هنا بصفر، وعندك هنا الزمن ده تي 1 بتساوي 2 ثانية، فهتجيب السرعة هنا. هجيب السرعة هنا ازاي؟ انت عارف من القانون الاول للحركة طبعا في فاينل تي دي. عندك هنا عاوز تجيب السرعة، وعندك زمن، وبالتالي تستخدم المعادلة الأولى. المعادلة الأولى بتقول لك إن الفي فاينل بتساوي الفي انيشال زائد الجي في التي.
وبالتالي الفي فاينل اللي هو هنا بيساوي في انيشال بصفر، الجي بعشرة، في قايل لك هنا ان هي بعشرة، في التي اللي هي باتنين هيساوي 20 متر على الثانية. بعد كده انت هنا جبت خلاص السرعة هنا. بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده عندك في الجزء ده بقى السرعة دي هتبقى هي نفسها السرعة الايه؟ الابتدائية في الجزء التاني ده. دي السرعة الابتدائية، وعندك الارتفاع اللي هو نص اتش، وعاوز تجيب الزمن، وبالتالي هتستخدم انهي معادلة؟ هتستخدم المعادلة التانية. المعادلة التانية بتقول لك ان الدي بتساوي في انيشال تي زائد نص جي تي تربيع. الدي هنا بتساوي نص اتش، بيساوي الفي انيشال هنا بعشرين، في التي زائد نص الجي بعشرة، في التي تربيع. هتبص تلاقي ان انت عندك هنا في مجهول اللي هو التي ومجهول اللي هو الاتش. طب اعمل ايه؟ هتيجي بقى تعوض في المعادلة الاولانية عشان تجيب النص اتش ده بيساوي ايه. هتيجي هنا هتعوض برضو في المعادلة التانية. المعادلة التانية دي بتساوي في انيشال تي زائد نص جي تي تربيع، نص اتش بيساوي في انيشال هنا بصفر، نص جي اللي هي بعشرة على طول، في تي تربيع اللي هي بكام؟ اللي هي باربعة، اللي هي اتنين تربيع. تاخد ده وتحطه هنا، يبقى انت عندك نص في عشرة في اربعة، نص في اربعة باتنين، اتنين في عشرة بعشرين، بيساوي عشرين تي زائد نص في عشرة تي تربيع. هتلاقي ان المعادلة دي ما فيهاش غير مجهول واحد اللي هو التي، دي خمسة تي تربيع زائد عشرين تي، ده هتجيبه هنا بالسالب هيساوي صفر. خمسة تلاتة خمسة عشرين سالب عشرين هيطلع معاك 83% زي ما قلنا. التاني سالب مش هينفع، وبالتالي هو الزمن ده. طبعا اسهل حاجة او اسهل حل يعني هو الحل ده. في حلول تانية بس ايه يعني عشان ما نضيعش وقت كتير، يعني جرب باي طريقة، المهم ان انت تطلع بايه بنفس الحل. بس طبعا ده اسهل واحد فيهم، لان هنا السرعة الابتدائية بصفر، وانت على طول هتجيب معادلة فيها الاتش ومعادلة تانية فيها الاتش، تقسمهم على بعض، الاتش هتروح هيطلع معاك على طول ايه الزمن ده، تطرح منه الزمن ده هيطلع معاك الزمن ده. ده هو الطريقة دي يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول لك تم اطلاق قذيفة من فوهة مدفع بزاوية مقدارها 45 درجة مع الافقي، يبقى ده السيتا، فوصلت الى اقصى ارتفاع اتش وقطعت مدى افقي مقداره اكس. فاذا تم اعادة اطلاق القذيفة مرة اخرى من فوهة نفس المدفع بنفس سرعة الاطلاق بزاوية مقدارها 60 درجة، يبقى دي السيتا واحد ودي السيتا اتنين، فان مقدار اقصى ارتفاع تصل اليه هو المدى الافقي الذي تقطعه. تعالى كده، عندنا في الحالة الاولانية الزاوية دي بكام؟ 45 درجة. الحالة التانية الزاوية زادت 60 درجة. احنا عارفين ان اقصى مدى افقي اللي هو الار، اقصى مدى افقي بيحصل ايه؟ يحدث عندما تكون السيتا بتساوي 45 درجة، ده اقصى مدى افقي. وبالتالي السيتا اتغيرت عن 45 درجة، وبالتالي عندك هنا المدى الافقي هيقل. يبقى تاني كده، احنا عارفين ان اقصى مدى افقي بيحدث عندما تكون السيتا بتساوي 45 درجة، وبالتالي هنا السيتا ب 60 درجة اتغيرت عن 45، سواء زادت او قلت عن 45 كده كده المدى الافقي هيقل عن اقصى مدى، وبالتالي هنا المدى الافقي هي ايه؟ هيقل. يبقى اول حاجة المدى الافقي اقل من ايه؟ اقل من الاكس. هو هنا رمز للمدى الافقي بايه؟ باكس. طيب نيجي بقى للاقصى ارتفاع. احنا عارفين ان اقصى ارتفاع بنحسبه من ايه؟ اقصى ارتفاع بنحسبه من العلاقة دي، الاتش بيساوي
سالب في اي واي تربيع على الاتنين جي، وبالتالي هنا الاتش بيتناسب مع الايه؟ مع الفي اي واي تربيع. وبالتالي هنا لو عرفنا ايه اللي هيحصل للفي اي واي هنعرف ايه اللي بيحصل للاتش. طيب انا عندي دلوقتي الفي اي واي بتساوي ايه؟ الفي اي واي بتساوي الفي اي ساين ايه؟ ساين سيتا. طيب السيتا لما بتزيد كانت 45 بقت 60، السيتا لما بتزيد ايه اللي بيحصل للساين سيتا؟ بتزيد، وبالتالي الفي اي واي هتزيد، الفي اي واي هتزيد يبقى الاتش هتزيد. يبقى تاني كده بالنسبة، خدها بقى قاعدة عامة، أقصى مدى أفقي عندما تكون سيتا بتساوي 45 درجة، ده أقصى مدى أفقي. بالنسبة بقى لأقصى ارتفاع، أقصى ارتفاع يزداد بزيادة زاوية الإيه؟ زاوية القصف. عندك هنا كل ما بتزود زاوية القصف كل ما السيتا بتزيد، يعني كل ما الساين سيتا بتزيد كل ما الفي اي واي بتزيد كل ما الاتش بت ايه بتزيد. وبالتالي هنا بالنسبة للمدى الافقي اقل من اكس، وبالنسبة ل البتاع ده اقصى ارتفاع اكبر من ايه؟ اكبر من اتش. وبالتالي هنا راحت فين؟ اكبر من اتش وأقل، أكبر من اتش وأقل من إيه؟ من اكس. السؤال اللي بعد كده رقم 6 بيقول لك هنا عند قيام طالبين بقياس الزمن اللازم لسقوط كرة نحاسية من أعلى مبنى ارتفاعه 5 متر، حصل على القراءتين التاليتين، قراءة الأول هنسميها تي 1، قراءة الثاني هنسميها تي 2، ما رأيك بالنسبة للقراءتين؟ بيقول لك القراءتان منطقيتان إلى آخره. عندك هنا بيقول لك ان الكره النحاسيه دي كانت على ارتفاع قد ايه؟ 5 متر. وبيقول لك هنا الزمن اللازم لسقوط الكره يعني الفي اي بتساوي صفر. كل اللي انت هتعمله ان انت هتجيب الزمن اللي هتاخده الكره وتنزل لسطح الارض وتقارن الايه؟ الزمن ده بالزمنين اللي هم قاسوهم دول وتشوف هل هم منطقيين ولا لا. وبالتالي انا محتاج هنا اجيب الايه؟ اجيب التي. طيب عشان تجيب التي انت عندك هنا ازاحه وعندك سرعة ابتدائية، وبالتالي هتستخدم انهي معادلة؟ تستخدم المعادلة التانية. المعادلة التانية لأن أنت عندك هنا في فاينل تي دي إزاحة وعاوز تجيب زمن هتستخدم المعادلة التانية. المعادلة التانية بتقول لك إن الدي بتساوي الفي أي تي زائد نص جي تي تربيع. الدي بخمسة متر بيساوي الفي انيشال بصفر نص، الجي هنفترض إن هي مثلا قول 10 او 9.8 مش هتفرق كتير يعني، خليها 9.8 مفيش مشكله. في التي تربيع نجيب بقى هنا التي تربيع في طرف لوحدها هيساوي 2 في 5 ب 10 على 9.8، وبالتالي هات التي الجذر ده هتساوي 1 وشويه يعني، الجذر التربيعي ل 10 على 9.8 هيطلع 1.1. يبقى انت عندك هنا الزمن الفعلي ده القيمة الحقيقية اللي هو الزمن الفعلي اللي هو التي نود ده القيمة الحقيقية، والقيم دي القيم المقاسة. وبالتالي لما تقارن كده ما بين القيمة دي والقيمة دي 1 من 10 1.1 غير منطقية، العشرة وواحد واحد من مية غير منطقية برضو، القراءتين غير منطقيتين. طب لو انا عاوز اجيبها بالحسابات بقى، لو انت عاوز تجيبها بالحسابات هتجيب الخطأ النسبي في كل واحد من دول. الخطأ النسبي بالنسبة لده ار تي 1 بيساوي دلتا تي 1 على التي ايه؟ التي نود بيساوي دلتا تي 1 هتساوي كام؟ هتساوي التي نود ناقص ده في المقياس 1.1 ناقص 1 من 10 هتطلع 1.1، خليها 1 وخلاص مش هتخليها 1.1 واحد ناقص خلاها واحد يعني خلي دي تقريبا بتساوي واحد يعني مفيش مشكلة يعني الواحد من مية كده كده صغير. 1 ناقص 1 من 10 ب9 من 10 على التي نود بواحد هيطلع معاك 9 من 10. لاحظ ان القيمة دي كتيرة جدا، 9 من 10 يعني لو ضربتها في 100%
هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ب90%. تخيل نسبة الخطأ في القراءة دي 90%. نسبة الخطأ عشان نقبلها لازم تكون أقل من أو يساوي 5%. أكبر من 5% يبقى القراءة بتاعتك أو الحاجة اللي أنت عاملها غلط. يعني أكبر نسبة خطأ ممكن نقبلها هي إيه؟ 5%. المهم لما تيجي تجيب ار تي 2 دلتا تي 2 على تي نود بتساوي دلتا تي 2 هتساوي ده 1 ناقص 10 في المقياس هيديك 9 على التي نود اللي هي بواحد تضربها في 100% لو انت عاوز تخليها نسبة يعني في المية عشان تشوف النسبة قد ايه هيديك 900%. نسبة الخطأ في القراءة دي 900%. نسبة الخطأ في القراءة دي 90%، وبالتالي الاتنين بعيد خالص عن القيمة الايه الحقيقية. زي ما قلت لك عشان نقبل القراءة او عشان القراءة تكون منطقية فلازم تكون ايه الخطأ النسبي فيها اكبر من او يساوي قصدي اقل من او يساوي 5%. اكبر من 5% تبقى ايه القراءة غير منطقية، وبالتالي هنا القراءتين ايه غير منطقيتين. السؤال رقم 7 بيقول لك هنا يمثل الشكل البياني تغير موضع عدائين اي وبي يتحركان في مضمار مستقيم في نفس الاتجاه مع الزمن. بقول لك في اللحظة التي تجاور فيها العداء بي مع العداء ايه عندك هنا ادي الخط المستقيم اللي هما ماشيين فيه اهو. العداء ايه كان هنا والعداء بي او خلاها هنا كده، ده العداء ايه والعداء بي كان بادئ من ايه من هنا خليه بالاحمر وبينهم 50 متر. عندك هنا عند الثانية 45 الاتنين كانوا على نفس البعد من النقطة دي، وبالتالي هما الاتنين تجاوروا هنا. ادي العداء ده والعداء التاني اهو الاتنين متجاورين هنا اهو. هنخلي ده تحت وده فوق مش هتفرق كتير يعني عشان انا مخلي ده تحت فهنخلي الاحمر تحت. المهم الاتنين بيتحركوا في الاتجاه ده. بيقول لك هنا في اللحظة اللي هم اتجاوروا فيها دي كانت ازاحة وسرعة، ازاحة وسرعة يعني عاوزين نعرف العلاقة ما بين السرعة والازاحة بتاعت الاتنين. طيب تعالى كده انت هنا بترسم العلاقة ما بين الموضع والايه والزمن. يعني ايه الموضع والزمن؟ يعني ده عند الثانية عند بداية الزمن كان ده هنا وده هنا، بعد 15 ثانية كان ده هنا مثلا وده هنا وهكذا. المهم عشان نجيب السرعة بتاعتي فانت هنا السرعة عبارة عن ايه؟ السرعة هنا هي ميل الخط ده، وبالتالي لو انت بصيت كده هتلاقي ان ده عبارة عن خط مستقيم، خط مستقيم الميل بتاعه ثابت، وبالتالي السرعة اللحظية هنا هي نفسها السرعة عند اي ايه؟ عند اي حتة. وبالتالي السرعة اللحظية هي نفسها السرعة عند اي حتة لانهم بيتحركوا بسرعة منتظمة سواء الاي او البي، وبالتالي هنا لما اجي اجيب الاي سرعة الاي واجي اجيب سرعة البي هلاقي ان سرعة البي اكبر من سرعة الاي. ليه؟ لان انت عارف ان السرعة هي الميل بتاع الخط المستقيم ده، الزاوية دي والزاوية دي، ايه علاقة الزاويتين دول ببعض؟ طبعا الزاوية دي سيتا اي ودي سيتا بي، دي سيتا بي. طبعا الزاوية دي اللي هي بيصنعها البي مع محور السينات اكبر من الزاوية اللي بيصنعها الاي مع محور السينات، واحنا عارفين ان الميل بيساوي تان الزاوية، وبالتالي تان الزاوية دي أكبر من تان الزاوية دي، وبالتالي سرعة البي أكبر من سرعة الاي. دي حاجة. الطريقة التانية عشان تعرف أنه اللي سرعته أكبر، لو أنت بصيت كده هتلاقي من بداية الزمن اللي هو من عند الثانية صفر لحد 45 ثانية الاي قطع قد إيه؟ قطع تقريبا قول دي اللي عند 200 مثلا قطع 200 متر، بينما البي قطع 250 متر في نفس الزمن. البي قطع إزاحة أكبر من اللي قطعها إيه؟ أكبر من اللي قطعها الإي، وبالتالي سرعة البي هتبقى أكبر من سرعة الإي. يبقى إحنا هنا أول حاجة سرعة البي أكبر من سرعة الإي، تاني حاجة الإزاحة بتاعت البي هي التغير في الموضع بتاعه، هنا كان عند 200 هنا كان عند إحنا بنقول 200 يعني تقريبا يعني هنا عند ال 200 هنا عند السالب 50، وبالتالي التغير فيهم
هيديك الايه؟ الازاحه. 200 ناقص ناقص 50 هيديك 250، ودي هتبقى 200 ناقص 0 ب 200، وبالتالي هنا الازاحه بتاعت البي اللي هي دي بي اكبر من الايه؟ من الدي اي، وبالتالي ازاحه البي اكبر من ازاحه الايه، وسرعه البي اكبر من ايه؟ من سرعه الايه. وبالتالي تعال نبص كده، بيقول لك كانت ازاحه وسرعه العداء بي مساويه. غلط. كانت ازاحه وسرعه العداء بي، ازاحه وسرعه العداء بي اكبر من ازاحه وسرعه العداء ايه؟ صح. الباقي بقى، كانت ازاحه وسرعه العداء بي اصغر، ما تنفعش طبعا. كانت ازاحه العداء بي اكبر من ازاحه العداء ايه؟ بيقول لك هنا ان الازاحه بتاعت بي اكبر من ايه؟ طبعا ده صحيح. بينما سرعه العداء بي مساويه، طبعا ده غلط. السرعه مش عشان هما الاثنين بيتقاطعوا هنا يبقوا متساويين، غلط. انت عندك السرعه بتجيبها هي ايه؟ الميل هنا. طبعا الميل بتاع البي هنا هو نفسه ميل الخط المستقيم ده، الميل بتاع الايه هنا هو نفسه ميل الخط المستقيم ده. هتلاقي ان انت عندك ميل الايه اقل دايما من ميل الايه؟ من ميل البي، وبالتالي سرعه البي اكبر من سرعه الايه دايما عند اي لحظه. المهم يبقى ده غلط برضه. رقم 8 بيقول لك يبين الشكل واحد التغير في موضع جسم متحرك اكس تم رصده كل فتره زمنيه تساوي 2 ثانيه. تم رصده كل فتره زمنيه تساوي 2 ثانيه، يعني انت هنا عند النقطه دي بدايه الزمن بعد 2 ثانيه، بعد 2 ثانيه كمان، يعني هنا عند بعد 4 ثواني من هنا لهنا، زود كمان 2 ثانيه 6 ثواني 8 ثواني 10 ثواني. تاني كده، هنا بدايه الزمن بعد 2 ثانيه، بعد 4 ثانيه، بعد 6 ثواني، بعد 8 ثواني، بعد ايه؟ 10 ثواني، لان ما بين ده وده 2 4 6 8 10. لازم تبقى فاهم الحته دي. طبعا هنا لو لاحظت هتلاقي ان انت عندك الجسم ده او اللي هو اكس يعني بيقطع ايه؟ بيقطع ازاحات متساويه في ازمنه متساويه، كل 2 ثانيه بيقطع نفس الازاحه، وبالتالي الجسم ده بيتحرك بسرعه ايه؟ منتظم. يبقى هنا السرعه منتظمه. بيقول لك هنا بينما يمثل الشكل 2 منحنى الازاحه والزمن لجسم اخر واي، اي العبارات الاتيه هنا الجسم واي يصف حركة الجسمين وصفا صحيحا. طبعا هنا بيديك ايه؟ العلاقة ما بين السرعة بتاعت الاتنين. هنجيب سرعة الايه؟ الاكس. عشان تجيب سرعة الاكس ببساطة شديدة، الفي اكس هتقسم الازاحة على الزمن. الازاحة بتاعتك بكام؟ ب 10 اللي هي دي 10 متر اهي عند 10 ثواني. لاحظ هنا 10 من هنا من 0 ل 10 متر، يبقى هنا الازاحة ب 10 في خلال 10 ثواني. هيطلع معاك ايه؟ 1 متر على الثانية. بالنسبة للجسم ده عندك هنا علاقة بين، بيقول لك من بين الإزاحة والزمن، يبقى دي إزاحة ودي زمن. علاقة بين الإزاحة والزمن لما تجيب الميل، الميل هو إيه؟ هو السرعة، وبالتالي هنا الـ VY بيساوي الميل بتاع الإيه؟ الخط المستقيم ده. النقطة دي صفر وصفر، النقطة دي عبارة عن كام؟ 3 و12، وبالتالي الميل بتاعك هيبقى 12 ناقص صفر اللي هو دلتا دي على دلتا تي، بيساوي 12 ناقص 0 اللي هي 12، 3 ناقص 0 اللي هي 3، هيديك 4 متر على الثانية. وبالتالي الجسمان يتحركان بنفس السرعة، غلط. سرعة الجسم اكس ضعف، غلط. سرعة الجسم اكس نصف، غلط. سرعة الجسم اكس ربع، صح. ده ربع ده. رقم 9 بيقول لك مستعينا بالعلاقات التالية، اعطيك هنا القوة بتساوي الكتلة في العجلة، وطاقة الوضع بتساوي الكتلة في العجلة في الارتفاع. بقول لك فإن العلاقة بين النيوتن وحدة قياس القوة والجول وحدة قياس طاقة الوضع هي، طبعا عشان تجيب العلاقة ما بين النيوتن اللي هي وحدة قياس القوة ده بيتقاس بالايه؟ بالنيوتن. والجول اللي هي وحدة قياس طاقة الوضع اللي هو ده بيتقاس بالجول. هتعملها ازاي؟ لو انت بصيت كده، الاف بتساوي الام في الايه، البوتنشال انرجي بتساوي الام في الايه في الدي، وبالتالي طب ما انا ممكن اشيل الام في الدي دي واحطها هنا. يبقى انت عندك هنا البي ايه بتساوي ام في الايه اللي هي اف في الدي. الاف ده بيتقاس بالنيوتن وده بيتقاس بالجول، وطبعا ده دي ازاحه او ارتفاع،
بتتقاس بالايه؟ بالمتر. وبالتالي هنا النيوتن على طول بيساوي جول على المتر، بس ما فيهاش اي مشكله. يبقى انت عندك هنا نيوتن بيساوي جول على المتر، نيوتن بيساوي جول على المتر. رقم 10 بيقول لك اذا كان طول مستطيل، ده الطول بتاع المستطيل وعرضه ده العرض، فتكون مساحة المستطيل. طبعا مساحة المستطيل اللي هي الاريا بتساوي ايه؟ بتساوي ال في الدبليو. حاجتين بينضربوا ببعض، طبعا دي هتطلع الاول، هتطلع اي نود اللي هي القيمة الحقيقية في المساحة، موجب او سالب الدلتا ايه زائد موجب او سالب الخطأ الايه؟ الخطأ المطلق اللي ايه؟ اللي موجود في المساحة. عشان تجيب الاي نود ببساطة شديدة بتضرب ايه؟ بتضرب الاطوال الحقيقية ببعضها. عشان تجيب الدلتا ايه فانت بتستخدم طريقة تانية، انا كنت واخدة واحدة هنا. المهم نكتب اول حاجة ال ال بتساوي 5 موجب او سالب 1/10 متر، وعندك هنا ال دبليو بتساوي 4 موجب او سالب 2/10 متر. طبعا ده عبارة عن ال ال نود، ده دلتا ال، ده ال دبليو نود، وده الدلتا دبليو. قلنا ان الاي بتساوي ال ال في الدبليو بتساوي الاي نود موجب او سالب الدلتا اي. عشان تجيب الاي نود فانت هتضرب ال ال نود في الدبليو نود. اول ما تعمل اي علاقه اعملها بالشكل اللي انت شايفه ده، يعني اي حاجه وانت بتحسبها في الامتحان اعملها كده. كذا بيساوي القيمه الحقيقيه موجب او سالب القيمه المطلقه. عشان تعرف تحل هتجيب ده الاول بسهوله خالص، سواء قسمه او ضرب او جمع او طرح هتعرف تجيبه على طول. ده في ده على طول هيديك 5 في 4 بيساوي 20. بعد ما جبنا القيمه الحقيقيه عاوزين نجيب الدلتا ايه. عشان تجيب الدلتا ايه فاحنا عارفين ان الدلتا ايه بتساوي الخطا المطلق في المساحه بيساوي الخطا النسبي في المساحه في القيمه الحقيقيه في المساحه، لان انت عارف ان الار اي هتساوي الدلتا اي على الاي نود. طيب ده انا جبته، محتاج اجيب الار اي. الخطا النسبي في المساحه عندك حاجتين مضروبين في بعض، وبالتالي الخطا النسبي في الحاجه الناتجه بيساوي الخطا النسبي هنا زائد الخطا النسبي هنا، وبالتالي الار اي بيساوي الار ال زائد الار دبليو، وبالتالي الار اي بيساوي الار ال اللي هو ايه دلتا ال على ال نود زائد الار دبليو اللي هو دلتا دبليو على الدبليو نود بيساوي دلتا ال 1/10 على 5 زائد دلتا دبليو 2/10 على دبليو نود اللي هو 4. هيساوي تعملها بالآلة الحاسبة هيطلع معاك 1/10 على 5 زائد 2/10 على الأربعة، هيطلع معاك 7%. جبنا الار اي ب7%. بعد ما جبت الار اي ب7% وعندك الانود تجيب الدلتا اي على طول. يبقى الدلتا اي بتساوي ار اي اللي هو 7% في الاي نود اللي هي 20، هيطلع معاك 2 في 7/10 اللي هي 1/4 متر تربيع. وبالتالي عندك هنا الاي هتساوي الاي نود اللي هي ب20 موجب او سالب الدلتا اي اللي هي 1/4 متر تربيع. رقم 11 بيقول لك يبين الشكل جسمين زد وكي كتلتيهما 5 و2، فاذا اثر الجسم كي على الجسم زد بقوه مقدارها، الجسم كي أسرع الجسم زد بقوة مقدارها F عند تصادمهما، فتكون القوة التي يؤثر بها الجسم زد على الجسم كي زد هيأثر على كي بقوة سالب F، لأن احنا عارفين إن لكل فعل اللي هو التصادم، يعني لكل فعل ده بيأثر على ده بقوة F، ده الفعل، رد فعل اللي هو رد فعل الزد على الكي مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، ده بالسالب وده بالموجب. بس كده اخر سؤال معانا.
بيقول لك هنا يبين الشكل البياني العلاقة بين سرعة جسمين بي وسي مع الزمن، فتكون النسبة بين عجلة الحركة للجسم سي اللي هي الاي سي الى عجلة الحركة للجسم بي اللي هي اي بي. طبعا لما بيطلب النسبة بين عجلة الحركة او السرعة الف، بتبقى السرعة منتظمة او العجلة منتظمة. هنا طبعا العجلة هتبقى منتظمة لان انت عندك هنا العلاقة ما بين السرعة والزمن علاقة خط مستقيم، الميل بتاعك ثابت اللي هو يعني الميل هنا هو العجلة، وبالتالي هيطلع معاك هنا ان العجلة هنا منتظمة وهنا منتظمة. المهم بيقول لك هنا علما بان ميل الخط المستقيم هو تان فاي، تان الزاوية يعني. طبعا الزاوية اللي بيصنعها الخط المستقيم سي مع التي هي دي، يبقى دي سيتا سي، والزاوية اللي بيصنعها البي مع التي هي الزاوية دي سيتا بي. وبالتالي هنا على طول الاي سي على الاي بي بيساوي تان سيتا سي على تان سيتا بي، بيساوي سيتا سي ب40 درجة على سيتا بي ب60 درجة اللي هي الزاوية دي كلها. لاحظ هنا ان سيتا بي هي الزاوية دي كلها، وبالتالي ده بيساوي على طول. ده سؤال هدية يعني ما فيهوش أي مشكلة. هيطلع معاك 48% اللي هي دي. بس كده، كده الامتحان احنا خلصناه. الامتحان لا صعب ولا سهل، الامتحان فيه أسئلة عاوزة تفكر يعني عاوزاك تفكر شوية. لو أنت فكرت في الامتحان يعني هتلاقي إن الإيه الامتحان ما بياخدش مش هياخد منك وقت كبير، لكن لو انت بقى صعبت على نفسك هتلاقي الامتحان ايه بيفرق معاك. فهنا الامتحان كويس يعني، اعتقد ان هو مستوى متوسط يعني. اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله لو حد علق يعني لو حد عنده اي حاجة في الامتحان ان شاء الله هرد على الكومنتات بتاعتكم. اتمنى لكم التوفيق واشوفكم على خير، والسلام عليكم.